السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نطبق درس أبو كرم الخاص بالشباك. أول ما نصمم راكت انجل، نسوي له دوبليكيت، طبعا كنترول ونسحب ونطي شوية سكيل. هسه نحوله اديتابل من هذه و نختارهم اثنيناتهم كونكت بلس ديليت. سنقيس اكسترود نتخذ 10 فلت كاب همتين نطي 2 3 1 3 1 وطبعا حسب اللي تشوفه انت. ونفعل كونسترين حتى يحافظ على الشكل. هذه طبعا تدعيم الحواف. هسه نجي نسوي الأعمدة القواطع اللي بالنص. نسوي سلندر، نضبط حجمها، طولها. طبعا نجي أول شي نضبط الاكسترود، نخليها بالوسط. هذه اللي سويناها اكسترود، خليها بالوسط. دائما نحاول نوسط شغلنا، انه بالدفولت البرنامج انه يخليه بالوسط. اي شيء تنزله يخليه بالوسط، فانت تسهيل شغلك تخليه بالوسط اشيائك، حتى تسهل هواي عليك شغلات وما تخربط عندك شغلات. زين، هسه نسوي لك كلونر. كلونر خلي داخل كلونر، شيل الفيكس كلون 0. ساعدنا الاكس اللي نريد نغيره، نسوي مثلا 6. نحاول نضبط نوازنها 45 درجة. طبعا دائما نستخدم هاي الفيوز حتى تسهل هواي علينا شغلات. هسه بعد انت عينك ميزانك، وقفت قيم محددة انت تلتزم بيها، بس يعني عينك ميزانك مثل ما نقول. ساعدنا هذا اول واحد. هسه شنو نسوي؟ لازم نشيل دني نقطعها. سوي كيوب، نضبط الكيوب داخل شباك. هسه نسوي بولين، نخلي الكيوب داخله والكلونر هم داخله. هسه نغير طريقة البولين، طريقة القص، اي انترسكت بي، راح يصير عندنا هذا الشكل. هسه نجي نسوي كوبي دوبليكيت لهذا الشكل مرة ثانية. هسه نجي نغير الكلونر، نعكسه بالعكس. هسه 45 نعطيه سالب 45، صار عندنا هذا الشكل. هسه يحتاج شوية تضبيط، تشوفون هذي. هنا اوكي ان شاء الله. هسه نجي نسوي النجمات، هذه ستارز، نصغرها بالسكيل، شوف الحجم المناسب لك انت، نعطيها اكسترود، ممكن تعطيها 2، ممكن تعطيها فولد كاب. هسه نسوي كلونر من جديد، نخلي داخل الكلونر، نفتح هذه النافذة بالفرونت، نغير طريقة الكلونر إلى جريد أري. زين، سعدنا شغلة، نشيل فيكس كلون وغير المكان اكسترود، عفوا الستار،
خلي هنا صار عندنا هذا الشكل. بعد عندنا نقص صح، نسوي دوبليكيت لهذا الشكل. طيب 90 درجة صار عندنا هذا الشكل. أوكي تمام، في أمان الله.